شيخ بالنسبة الآن للرافضة بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن موجودون يعني في الشمال عندنا بكثرة خاصة يعني من خلال التدريس انتشار يعني المدرسين الرافضة حتى الآن يعني عندنا في نذكر المدينة يا شيخ في الحفر يعني أتى 9 مدرسين من الرافضة فهل تصدرون الشيخ يعني فتوى يعني عليهم أو تحذرون العامة منهم وهل تنصحون الشيخ بالخطبة عنهم في على المنابر ثابت الله شيخ أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني تصدر من دار الإفتاء لأن هي الجهة المسؤولة وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه فإذا ظهر منهم الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة وأن يناظروا عليها ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق لأن الله تعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون. أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمت إلى العقيدة بصلة إنما هو في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيدة فلا بأس بذلك ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع مطلقا حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا. نعم.